اهلا بيكم، انا ابراهيم صلاح ودي اول محاضره لينا في سلسله شرح الميديكال جينيتكس. الميديكال جينيتكس من المواضيع المهمه جدا على مستوى البيزك ساينس وعلى مستوى ستيب 1. هي جزء من اربع اجزاء من البايوكيمستري. في ستيب 1 البايوكيمستري عباره عن موليكولر بيولوجي، ميتابوليزم، نوتريشن وجينيتكس. يعني من الاجزاء اللي طلبه كتير بتستصعبها، ولكن هي هتكون ممتعه ان شاء الله بعد ما تشوفوا سلسله الفيديوهات دي. يعني شويه نصائح كده في البدايه، وانت بتتفرج على الفيديو ده تابع معايا من البي دي اف اللي هنزله مع الفيديو او من كابل النوتس. النصيحه التانيه ان المحاضرات اللي في الاول، يعني الخمس ست محاضرات اللي في الاول دول، هي طبعا المحاضرات هتبقى محاضرات صغيره، هتنزل بشكل تدريجي. المحاضرات اللي فيها المفاهيم البيزكس دي مهمه للغايه. يعني انا محتاج منك في البدايه كده تفهم يعني ايه جين وكروموزوم وقليل، والحاجات البسيطه ديت هي دي اللي هتبني عليها الجينيتكس بعد كده. فتعالوا كده نبدا. عشان نبدا محتاجين يعني ناخد الموضوع من البدايه كده خالص، فروم ذا سكراتش. يعني هنجيب خليه جسديه ونبدا نبص عليها تدريجيا عشان نطلع المفاهيم اللي احنا محتاجينها. يعني ده عندي هيومن ميل او فيميل، يعني خلينا نقول ده مثلا ميل واسمه حسام مثلا. ده حسام، خدنا من حسام دوت خليه جسديه. زي ما احنا عارفين الخلايا الجسديه موجود فيها 46 كروموزوم، تمام، او بمسمى اخر 23 بير من الكروموزومات. طب ليه 23 بير؟ لان برضو احنا عارفين ان حسام ده الخلايا بتاعته جت من ماذر وفاذر، تمام، كل واحد فيهم شارك ب 23 كروموزوم. فاذا انا عندي 23 كروموزوم متكرره مرتين جوه الخليه بتاعت حسام، تمام. اوضح اكتر، يعني لو خدنا مثلا مثال كروموزوم 1، كروموزوم 1 ده انا خدت منه نسخه من الفازر ونسخه من المازر، فبقى عندي نسختين منه جوه الخليه، تمام. فاذا هم 23 بير، 23 بير ده هم منهم 22 اوتوزومال، يعني خليه جسديه. انا طبعا بتكلم على السوماتيك سيلز. اوتوزومال يعني خلايا جينات جسديه او كروموزومات جسديه، و1 6 كروموزوم، تمام. يعني 1 6 عندي كروموزوم اللي هو اكس واي او اكس اكس او اكس اكس. طبعا احنا بنتكلم في حسام، فطبعا ده هيبقى اكس واي. نرجع لكلامنا، انا خدت واحد ده هوت من الفازر وخدت واحد من المازر. الاثنين دول يا دكاتره بقول عليهم هومولوجس كروموزوم، تمام. هو اصلا يعني ايه كروموزوم في البدايه؟ كلمه كروموزوم، كروموزوم يعني كونسيكونس من الدي ان ايه، يعني عباره عن دبل ستراند دي ان ايه، تمام. دبل ستراند دي ان ايه سيكونس بالشكل ده. طب الهومولوجس كروموزوم، الكروموزومات اللي شكل بعضها، يعني كروموزوم واحد، كروموزوم واحد، انا خدت كروموزوم رقم واحد نسخه منه من الاب وخدت منه نسخه من الام، الاثنين مع بعض كده اسمهم هومولوجس كروموزوم. بس مش بالضروره ان نفس الجينات تكون شكل بعضها، او يعني هم عليهم نفس العدد على نفس المكان، ولكن مش شرط ان كل جين على الكروموزوم ده يبقى تيبيكال مع اخوه، او مثلا مش شرط ان يبقى كل قليل نفس القليل على. هو ايه الكلام الضخم ده؟ تعال ناخد مثال كده. انا عندي دوت كروموزوم واحد وكروموزوم واحد، لو خدنا مثلا سايت عليه ولكن بشكل عشوائي كده لون العين، ده هو الجين اهو، لون العين ده واخده من الفازر وده واخده من المازر، تمام. فالاثنين مع بعض دول كده دكاتره، يعني الاثنين مع بعض كده اسمهم جين. يبقى ده تاني مصطلح عندي، الجين هو كونسيكونس من الدي ان ايه موجود على سطح الكروموزوم بانكود لبروتين معين. كلمه بروتين دي يعني صفه. هو لون السكين ده ما هو ده صفه، لون العين ده ما صفه، الانسولين ما هو صفه، تمام. الصفه ده عباره عن بروتين، بعمل انكودنج للجين ده عشان اطلعه. يبقى الاثنين مع بعض دول اسمهم جين، كل نسخه من النسختين دول اسمهم قليل، تمام. يبقى ده اسمه قليل وده اسمه قليل. مش شرط بقى ان التو قليل دول يبقوا شكل بعض، يعني مثلا لون العين ممكن يكون لون العين بتاع الفازر مثلا بني وده مثلا ازرق. فاذا اهو الجين التو قليل بتوعه مختلفين، ولكن هو موجود على نفس الكروموزوم بنفس اللوكس. هو يعني ايه لوكس؟ لوكس ده هو ده مكان القليل على الكروموزوم. يبقى تاني كده دكاتره، كروموزوم كونسيكونس من الدي ان ايه، هومولوجس كروموزوم دي النسختين، النسخه اللي انا خدتها من الام وخدتها من الاب لنفس الكروموزوم الواحد. كلمه جين كونسيكونس من الدي ان ايه بيكود لنفس البروتين او صفه. كلمه قليل هي دي النسخه واحده من الجين، الاثنين قد يكونوا شكل بعض او قد يكونوا مختلفين، وهنشوف الكلام ده تفصيليا دلوقتي. كلمه لوكس هو المكان بتاع القليل على سطح الكروموزوم.
طيب جميل جدا. ولكن يا دكتور يعني احنا دايما متعودين ان احنا بنرسم الكروموزوم بشكل اكس كده، انا ما اقصدش طبعا اكس اللي هو السكس كروموزوم، لا دايما احنا بنرسم الكروموزوم بشكل اكس. والله هو موجود بشكل اكس ده، بس يعني في حالة واحدة بس تعالوا نتعرف عليها. يعني انا عندي الكروموزوم ده موجود في شكل اكس في الحاله اللي الخليه هتعمل فيها ريبليكيشن عشان تضاعف الماده الوراثيه عشان تديها الخليتين بالراحه كده. انا عندي دي خليه اهوت نفس الكروموزوم رقم واحد اهو. انا دلوقتي عايز اوصل هنا ان انا اطلع خليتين اهو عندهم نفس عدد الكروموزومات بتاعت خلهم. يعني انا عندي ستيم سيل هنا مثلا حصل انجري عايزه تتكاثر عشان تطلع خلايا تسد الانجري ده، تمام؟ فبالتالي انا عايز الماده الوراثيه تبقى نسخه طبق الاصل من الماده الوراثيه بتاعت الام، تمام؟ فهم عامل ايه؟ هقوم عامل دوبليكيشن للماده الوراثيه دي يا دكاتره، تمام؟ اعمل دوبليكيشن للماده الوراثيه دي، يعني ده كروموزوم رقم واحد بتاع الاب اخد منه نسخه اهو بقى بالشكل ده، ده كروموزوم واحد بتاع الام اخد منه نسخه بقى بالشكل ده. اقوم عامل ايه؟ اقوم مطلع اقوم قاسم النسختين دول نسخه لكل خليه، فبالتالي هيطلعوا لي في النهايه شكل الخليه الام بالظبط. فاذا دي النسخه بقى، يعني ده شكل الكروموزوم اللي احنا متعودين عليه، تمام؟ فاذا في هذه الحاله هو ده بس الحاله الوحيده اللي انا اشوف فيها الكروموزوم في شكل اكس ده، اللي هي فتره الريبليكيشن اللي انا بضاعف فيها عدد الكروموزومات. ولكن لو جينا نبص يا دكاتره، المفروض ان ده 46 كروموزوم، ده المفروض هيبقى 92 كروموزوم. هل انا عندي خليه في الجسم بقى فيها 92 كروموزوم؟ عشان كده انا بقول لكم مفيش طبعا. عشان كده انا بقول لكم ان انا بشوف الامر ده او ده بيبقى موجود بشكل لحظي قبل ما بقسم الكروموزومات على الخلايا. ولكن هنا هيتولد عندي مفهوم جديد. احنا قلنا ان دول على بعض كده اسمهم هومولوجس كروموزومز، تمام؟ يعني اتنين دول شكل بعض، ما دول برضه هومولوجس كروموزوم. ليه؟ ما هو ده نسخه طبق الاصل من ده وده نسخه طبق الاصل من ده، فبالتالي دول برضو اسمهم هومولوجس كروموزوم. الاثنين يا دكاتره لازقين في بعض. وكمان شويه لو تفتكروا بقى موضوع اللي هو خيوط المغزل بقى والكلام ده اهو، كل خليه بقى هتشد ايه نسخه الكروموزومات بتاعتها، ويبدا طبعا يحصل انقسام عندي في النص كده عشان يديني الخليتين دول. طيب لو خدنا كروموزوم من ده كده وبصينا عليه اهو، الكروموزومين دول مرتبطين مع بعض في حته كده في اسمها السنترومير. السنترومير ده دكاتره مش بالضروره يبقى في نص الكروموزوم، لا ده يعني هو في الاغلب مش بيبقى في نص الكروموزوم، عشان كده بيتولد عندي شورت ارم ولونج ارم. الشورت ارم دي برمز لها ببي، واللونج ارم دي برمز لها دكاتره بكيو. طيب الاثنين ده هم ده كروموزوم وده كروموزوم، في هذه الحاله مش هيبقى اسمهم كروموزوم، هيبقى اسمهم كروماتيد، تمام يا دكاتره؟ يعني ده كده اسمه كروماتيد وده اسمه كروماتيد، الاثنين مع بعض اسمهم سيستر كروماتيد. ليه؟ ما هما الاثنين نفس الشكل، ما هما الاثنين نفس الحاجه. يبقى انا عندي الخليه دي مثلا هيبقى فيها ايه؟ تو سيستر كروماتيد، تو سيستر كروماتيد، الاثنين مع بعض اسمهم هومولوجس كروموزوم. يبقى اذا برضو نيجي لمعلومه ثانيه، ان السيستر كروماتيدز انا مش هشوفها الا في الحاله اللي انا بعمل فيها ريبليكيشن عشان اقسم الماده الوراثيه او اخد نسختين من الماده الوراثيه. هرجع ثاني على المفاهيم اللي خدناه، خدنا كروموزوم وده عباره عن دبل ستراند دي ان اي سيكونس، خدنا جين وده عباره عن كونسيكونس من الدي ان اي على سطح الكروموزوم بينكود لبروتين بيدي الصفه، خدنا الليل وده النسخه المختلفه من الكروموزوم، تمام؟ خدنا لوكس ده المكان بتاع الليل على سطح الكروموزوم، خدنا هومولوجس كروموزوم ودي الكروموزومات اللي شكل بعضها، يعني كروموزوم من الاب كروموزوم من الاب رقم مثلا واحد رقم اثنين دول اسمهم هومولوجس كروموزوم، خدنا سيستر كروماتيد ودي النسخه الثانيه من الكروموزوم اما بعمل تضاعف لعدد الكروموزومات عشان اقسمهم على الخلايا اللي بتنشا بشكل جديد، خدنا سنترومير ودي النقطه اللي بتعمل وصل ما بين التو سيستر كروماتيد، خدنا لونج ارم وشورت ارم وده اللي بيتكون بعد ما السنترومير بيربط ما بين التو كروموزوم يا دكاتره. طيب فعندي بعد كده بقى كلمه جاميتس، يعني الخلايا اللي هي الاوفا او السبيرم، ودي بيبقى مش موجود فيها 46 زي السوماتيك سيل. السوماتيك سيل بيبقى موجود فيها 46 اللي هم 23 بير اللي احنا قلنا عليهم 22 اوتوزومال، كلمه اوتوزومال يعني جسدي،
و1 سكس كروموزوم، على حسب ده ميل ولا فيميل هيبقى اكس اكس او اكس واي. طب الجاميتس بقى، الجاميتس بتبقى 23 ولكن سنجل ليست بير، يعني هي 23 سنجل، عشان اما مثلا السبرم ده يروح يعمل فيرتلايزيشن لاوفا يديني في النهايه 46 اللي هو الطبيعي. بصوا على الرسمه دي كده، انا عندي اهوت دي طبعا خليه جسديه من الاورجانيزم، انا يعني نفس فكره اللي هو ريبليكيشن، نفس فكره الريبليكيشن، انا بعمل بضاعف عدد الكروموزومات عشان اقسمها. طب لو انا عايز اكون جاميتس بقى دكاتره، الخليه ديت هتديني خليتين، كل خليه فيهم هتبقى نص الماده الوراثيه، يعني دي هيبقى 23 سنجل. تمام، ال 23 سنجل دهيت هتروح تتحد مع خليه برضو فيها 23 سنجل كروموزوم عشان يديني 46 سنجل كروموزوم او 23 بير من الكروموزومات يا دكاتره. تمام، طيب عندي بقى زي ما احنا قلنا برضو الهومولوجس كروموزوم اهوت، هم الكروموزومات اللي شكل بعضها ولكن مش بالضروره ان هم يكونوا ايدنتيكال. الجينات على نفس اللقاي مش شرط ان هي تكون شكل بعضها، ممكن يبقى فيه اختلاف في الاليل. طيب الاكس والواي كروموزوم يا دكاتره بيبقى فيهم بعض الاماكن اللي شكل بعضها بقول عليها سودو اوتوزومال، يعني هي اماكن موجوده على الـ على الاكس والواي كروموزوم دول سكس كروموزوم اسمها سودو اوتوزومال. طب ايه علاقه اوتوزوم بسكس كروموزوم؟ كلمه اوتوزومال يعني جسدي. يعني انا عايز اوضح لحضراتكم ان الاكس والواي كروموزوم عليهم بعض الجينات اللي بتنكود لخلايا جسديه او لصفات جسديه. تمام، طب بما ان هي موجوده على 6 كروموزوم سميناها سودو، يعني هو سودو اوتوزومال يعني جسدي ومش جسدي، هو جسدي عشان هو فعلا بينكود لصفه جسديه، ولكن بما ان المكان بتاعه مختلف موجود على 6 كروموزوم فعشان كده اسمه سودو اوتوزومال. طب وظيفتها ايه؟ وظيفتها ان دي الاماكن اللي بتخلي الاكس والواي كروموزوم يتصلوا مع بعض، يتحدوا مع بعض. تمام؟ جوه الخليه لازم يعملوا بيرنج مع بعض. مش انا عندي هو تخيلوا كده الاكس كروموزوم اهو والواي كروموزوم اهو، انا عايزهم يعملوا بيرنج مع بعض عشان يبقوا مع بعض في نفس المكان، عشان لما اجي اعمل سيجريجيشن ينفصلوا بشكل كويس او يروحوا لنفس للخليه المختلفه بشكل مظبوط. وطبعا هنتكلم على السيجريجيشن في شابتر كامل كمان شويه في الجينيتكس يعني. تمام، طيب دي صوره اهي بتوضح حته الهومولوجس كروموزوم، دول كده اسمهم هومولوجس كروموزوم، ده مثلا وليكن كروموزوم رقم واحد. تمام، طب لو انا عايز اعمل ريبليكيشن اضعف الماده الوراثيه برضه هيبقى اسمه هومولوجس كروموزوم. ليه؟ لان ما هو ده نفس ده وده نفس ده، فالاثنين مع بعض كده اسمهم هومولوجس كروموزوم. ولكن بقى يكون عندي مفهوم جديد ان سيستر كروماتيدز، دي سيستر كروماتيد ودي سيستر كروماتيد، دي مع بعض سيستر كروماتيدز، ودي نفس الفكره. ماشي يا دكاتره؟ طيب عندي قلنا الجين ده عباره عن كونسيكونس من الدي ان اللي بينكود لصفه لبروتين او ينكود لنون بروتين ستراكشر. هو انا عندي نون بروتين ستراكشر في الجسم الجين بينكود؟ عارفين عمليه اللي هو الترجمه اللي بتحصل في الخليه تصنيع البروتين، في بعض العمال اللي هم يتمثلوا في التي ار ان اي والار ار ان اي والاس ان ار ان اي، دول نون بروتين ستراكشر ولكن ليهم جين بيعمل لهم انكودنج يطلعهم، يعني دول نون بروتين، هم عباره عن اصلا ماده وراثيه بس مش بتترجم لبروتين، فاهمني؟ فاذا اما ان الجين ده يترجم لبروتين او يترجم لنون ترانسليتد ار ان اي، يعني اللي هم التي ار ان اي الار ار ان اي والاس ان ار ان اي، دول كده دكاتره ار ان اي ماده وراثيه مش بتترجم، وفي نفس الوقت هم اشبه ما يكون بالبروتين. طيب اللوكس خلاص ده الفيزيكال سايد بتاع الاليل، الاليل الفاريشن في نفس الجين. كلمه ميوتيشن يا دكاتره عشان الناس يعني ايه ما تفهمهاش غلط، كلمه ميوتيشن يعني اختلاف او فاريشن، فاهمني؟ يعني كلمة ميوتيشن يعني اختلاف. فالجينات في البوبيوليشن الدكاترة اما ان هي تكون شكل بعض او مختلفة، يعني مثلا زي ما انا قلت دلوقتي انا واخد اهو المثال اللي انا اتكلمت عليه ده نفس الكروموزوم، انا عندي الجين اهو بتاع لون العين كل واحد فيهم اسمه قليل دي براون ده بلو مثلا، فدول كده الاثنين مش شكل بعض، دول اسمهم قليل، ده ممكن يحصل نتيجة ميوتيشن او ده طبيعي في البوبيوليشن، فاهمني؟ يعني ان الجين لون عين ليه الليلز مختلفه في البوبيليشن يعني، فعشان كده بقول عليها بوليمورفيك، ان الجين ده موجود في البوبيليشن بالليلز مختلفه، فاهمني؟ يعني لون العين منه الليلز كتير جدا، يعني درجه لون البني موجود منها 100,000 الليل، درجه لون الازرق موجود منها، فاهمني؟ فالجين ذات نفسه دكاتره في البوبيليشن ليه الليلز مختلفه، فعشان كده بقول عليه بوليمورفيك،
او بقول على عمليه اسمها بولي مورفيزم، فاهمني؟ الاختلاف في شكل الجين ده في البوبيوليشن. طب ممكن الجين يختلف في البوبيوليشن نتيجه ميوتيشن اصلا، فاهمني؟ يعني الجين في حد ذاته ممكن يختلف نتيجه ميوتيشن بتحصل في نفس الجين، وده بيتسبب في مجموعه من الامراض لو هو فانكشنال. يعني يا دكاتره الميوتيشن ده اهي ناخدها كمان شويه، قد تكون سايلنت ميوتيشن، يعني حصل ميوتيشن وما عملش اي حاجه، او قد تكون يعني فانكشنال ميوتيشن، يعني الميوتيشن ده اتعملت ديفكت في البروتين اللي هيتكون فكونت لمرض معين، ومجموعه لا حصر لها من الامراض بتحصل نتيجه الميوتيشنز دي. فانا عندي مثلا مثال بيتا جلوبولين، عارفين بيتا جلوبولين ده اللي بيكون الجلوبولين تشينز بتاعت الهيموجلوبين، ده من ضمن الجينات اللي بيحصل فيها مجموعه كبيره جدا من الميوتيشنز اللي بتنقود لامراض مختلفه، او في اوقات معينه بتبقى سايلنت، يعني في بعض الاشخاص بتبقى سايلنت، وفي اشخاص كتير جدا بتعمل لي امراض مختلفه زي مثلا السيكل سيل انيميا، زي الثلاسيميا وهكذا. ده كله نتيجه ميوتيشن. انا اقدر اقول على ده ايه؟ اقدر اقول عليه بولي مورفيزم، ان هو نفس الجين حصل فيه مجموعه من الميوتيشن فبالتالي عمل لي بولي مورفيزم، او عمل لي مجموعه من الامراض المختلفه. يعني انا بس عايز اوضح معلومه هنا اللي هي 11 بي 15.5، يعني دي مش تعويذه، يعني تعالوا نقول كده، نبص مع بعض، ده كده الكروموزوم اهو، ده كده الشورت ارم اللي هي البي، وده اللونج ارم. طيب اترجم دي لايه؟ كلمه 11 يعني الكروموزوم رقم 11، كلمه بي يعني شورت ارم، تمام. كلمه 15.5 ده السايت بتاع الجين على الكروموزوم، تمام. يبقى ده كده 15.5، يبقى كروموزوم 11 شورت ارم 15.5 ده السايت بتاعه في على سطح الكروموسوم يا دكاتره. طيب كلمه جينو، طيب يعني مجموعه الجينات اللي موجوده جوه مثلا الهيومن بودي، تمام، اللي هتنكود لصفات معينه، تمام. طيب الجينو تايب ده دكاتره قد يكون هوموزايجوس او هيتيروزايجوس، زي مثلا جين لون العين. احنا قلنا مثلا ان لون العين ده قد يكون مختلف، وطبعا حته هو انهي صفه فيهم هتظهر هنتكلم عنها الدوميننس والكودوميننس بعدين بقى. يعني اي جين فيهم اللي هيظهر او اي صفه فيهم اللي هتظهر ليها شابتر مستقل يعني. طيب الهوموزايجوس والهيتيروزايجوس يعني ايه؟ يعني ده شخص عنده جين لون العين التو قليل بتاعه بينكود للون الازرق، فاهميني؟ او لو هو تيروزايجوس ده شخص عنده جين لون العين الاليلز بتاعته فيها واحد بني وواحد ازرق، فده مثال واضح اهو. يعني ده جي وجي، ده على الكروموزوم ده وعلى الكروموزوم ده، فده هوموزايجوس. ده اي وجي فعلى الكروموزوم ده وده، فده طبعا ايه؟ هيتيروزايجوس يا دكاتره، تمام. طبعا كل نسخه من دول اسمها اليل، يعني كل نسخه من دول ده قليل وده قليل. فيقول لك هوموزايجوس لو الانديفيدوال عنده نفس القليل على الهومولوجس كروموزوم. ناخد بالنا بقى، يعني ده كلام بسيط خالص، يعني حضرتك اما تيجي تحدد ده كروموزوم واحد وده كروموزوم واحد، ده جين لون العين وده جين لون العين، انا بقارن ما بين الاثنين دول، فاهمني؟ يعني جين على الكروموزوم واحد بنفس الجين على كروموزوم واحد، او قليل بنفس القليل على نفس اللوكس. مثلا ما تاخدليش مثلا الجين ده او اللوكس ده وتقارنه باللوكس ده، ما طبيعي ان هم يظهروا مختلفين، فاهمني؟ فنفس اللوكس يا دكاتره، تمام.